السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناه الشروق. تعهد وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم بمعالجه المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمارات القطريه في السودان. جاء ذلك لدى لقائه السفير القطري الجديد بالخرطوم محمد بن ابراهيم الساده. وكشف جبريل عن عفاء جزء من ديون السودان الخارجية من صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة نادي باريس، معربا عن أمل أن تحذو الدول العربية حذو مؤسسات التمويل الدولية في إعفاء ديونها عن السودان. وأبان الوزير أن الإرادة السياسية بين البلدين تدعم تطوير العلاقات الاقتصادية وتقديم التسهيلات للاستثمارات القطرية في السودان. افتتح صباح الأمس متحف بيت الخليفة المجتمعي بحضور وزير الثقافة والإعلام ووالي ولاية الخرطوم وتشريف أسرة الخليفة عبد الله التعايشي وعدد من الدبلوماسيين بالسفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني. وأعلن وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر عن قرب افتتاح المتحف القومي ومتحف دارفور والشيكان وتأهيل متحف الأنثوغرافيا. من جانبه أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة حرص الولاية على المحافظة على متحف بيت الخليفة والآثار المحيطة به لتكون واجهة سياحية لجذب السياح وحفظ التراث. هنأ والي ولاية شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي أتوم الفرقة الخامسة مشاة هجنة بمناسبة فوزها بمهرجان الرماية القومي ونيلها كأس الرماية الذي صدفته ولاية النيل الأزرق بمشاركة كل الوحدات العسكرية بالبلاد. وأعرب الوالي خلال زيارته لقيادة الفرقة الخامسة مشاة عن سعادته بهذه الانتصارات التي ظلت تحققها بفضل التدريب المستمر إلى جانب القيام بواجبها في سبيل حماية الوطن والدفاع عن مكتسباته. استعرض والي سنار العالم إبراهيم النور لدى مخاطبته جلسة مجلس وزراء سنار أهم نتائج زيارته للخرطوم، والتي ناقش خلالها عددا من القضايا الخاصة بالزراعة والاستثمار والوضع في إقليم النيل الأزرق، بالإضافة إلى تسليم الحساب الختامي لديوان المراجع العام. وأشاد العالم بأداء وزارة المالية للعام 2022 وما حققته من التزام وفق ما جاء في الخطة. إلى ذلك ناقش أعضاء المجلس مبادرة تكوين مجلس ولائي لمكافحة المخدرات واعتماد وزير التربية والتوجيه رئيسا له. أكد والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله اهتمام حكومته باللاجئين وإعطائهم حقهم كاملا وفق القانون الدولي للجوء دون المساس بحقوق المجتمعات المستضيفة لهم. وجاء ذلك لدى لقائه بأمانة الحكومة بربك بوفد المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للاجئين الذي يزور الولاية بغرض إجراء دراسة لتقديم مشروعات إنتاجية للاجئين والمجتمع المستضيف عبر بنك التنمية الأفريقي لتمكينهم اقتصاديا وفتح فرص عمل لهم بالتنسيق مع الشركاء والقطاع الخاص. نهاية الموجز مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق. دمتم في أمان الله.